البنات هذه هي الوصفة السحرية ديال الحساسية، مشاكل الحنجرة، المناعة، زوينة حتى للدراري الصغار، اللي هي بسيطة وسهلة وفيها عدة فوائد. في هذه المكونات عندنا العسل الحر، حبوب اللقاح، والحبة السوداء اللي هو الصانوش. هادو هما ثلاثة د المكونات. إلا درتي ملعقة ديال الصانوج كديري جوج معالق ديال حبوب اللقاح، الكمية كضوبل على جوج، والعسل كتخلطي به. ها هي الوصفة، غنشاركها معكم في هذا الفيديو بطريقة سريعة وبسيطة. كطحنيهم كاملين وكتخلطيهم بالعسل وكتجمعيهم في قريعة، ومعلقة صغيرة في الليل ومعلقة صغيرة في الصباح. راه زوينة يا البنات هاد الوصفة، والله العظيم بحثوا على الفوائد ديال حبوب اللقاح، الفوائد ديال العسل اللي راه ديت ولا حرج، والحبة السوداء وكذلك راه مذكورة في القرآن. المهم وصفة سحرية وزوينة زوينة، لقيت عليها نتيجة. أنا كان عندي المشكل في حلقي كيضروني العروق ديال